السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن تسنين الأغنام، يعني إزاي تعرف سن أو العمر للغنم من خلال الأسنان. طبعا أنا حاولت أجمع جميع أشكال الأسنان في جميع الأعمار عشان تفتح بنفسك، عشان تعرف بنفسك العمر، تفتح فم اي غنمة وتبص في اسنانها تعرف العمر بتاعها. ما تخليش لا تاجر ولا اي حد يقول لك دي سنها ايه، ما تخليش اي حد يضحك عليك، عشان ما حدش يضحك عليك لا في السوق ولا في اي مكان. انت بتشتري غنم مش محتاج هو يقول لك سنها ايه، انت تفتح الفم وتشوف الاسنان عرفت خلاص، انت بنفسك تعرف تشوف حاجتك بنفسك بعينك. لازم الحاجة دي تكون فاهمها كويس. التسنين مهم جدا جدا جدا، بالذات في شراء الأغنام الأمهات، مهم جدا جدا عشان تعرف تشتري أمهات سنها صغير، ما تشتريش أمهات سنها عجوزة. المهم إن شاء الله جمعت الصور بالكامل بإذن الله. بس قبل ما نتعرف على الصور صورة، في نقطة أنا ذكرت من شوية، نزلت فيديو من شوية، متى تبدأ التغذية في المواليد الرضيعة، وقلت في عمر شهر تقريبا. المعلومة دي كانت معلومة عملية من واقع عملي، انا كانت عندي اغنام بتولد، ما كانش الغنم المواليد بتدور على اكل الا عمر شهر، اقل من عمر شهر كانت ترضع وتلعب وتنام، ترضع وتلعب وتنام بس. وطبعا بزيد واكد، انا مش دكتور بيطري، انا لو دكتور بيطري كنت اكدت المعلومة دي في الفيديو اللي من شوية. طبعا وانا ببحث عن الصور لقيت المعلومة دي عبارة عن مخطط الاسنان. طبعا انا قلت ان هو بيحتاج علف، لانه طبعا لازم بيحصل نقص في تغذيه الام في المولود، حجمه بيكبر ومحتاج كميه لبن امه، يعني مش كفايه لحجمه، فبيحتاج طبعا غذاء يساعده مع لبن الام. دي معلومه، دي اكيد طبعا. ولكن المعلومه الثانيه، ليه اقل من شهر ما بيدورش على علف اصلا، حتى وان كان لبن امه قليل، حتى وان كان لبن الام قليل، اقل من شهر، اقل من 3 اسابيع ما بيدورش على علف. من غير لبن الام هيموت، من غير لبن الام هيموت. ليه؟ طبعا انا لو دكتور بيطري كنت قريت المخطط ده 200%، فكنت اكدته لك في البتاع. بس انا بقول باكد لك، ده بياكد لك ان انا كل كلامي تجارب عمليه. لاحظ معايا المخطط ده، المخطط ده مهم، شوف معايا، ده مخطط الاسنان. شوف بيبدا من عمر، ادي العمر اهو بادئ من 7 ايام، وادي عدد الاسنان، وين هنا دي الأسنان، وهنا العدد بالأرقام، هنا بالصورة وهنا بالأرقام. 2 عمر 14 يوم، عمر 14 يوم معاك بيصبح فيه 4 أسنان، العدد هو 4 في الناحية التانية. عمر 21 يوم بيصبح 6 أسنان، 6 العدد 6. عمر 28 يوم اللي هو اللي احنا عاوزينه ده، اللي هو عمر شهر، ايه اللي بيحصل جديد؟ لاحظ هنا بتطلع الأضراس اهي، 6 من هنا و6 من هنا، العدد الكلي بيصبح 20 سن، من 6 بيصبح 20، دول يعتبر كل ضرسين متقابلين مع بعض، يعني 2 4 6 2 4 6، 6 و6 12 12، وقلنا اصبحوا 8 اسنان هنا في النص في عمر 28 يوم، اصبح كده العدد 20. اصبح هنا في اضراس، الاضراس طبعا ما ينفعش الغنم تاكل علف بدون اضراس، الغنم لازم تطحن العلف. قبل الفتره دي، قبل ال 28 يوم، عباره عن اسنان اماميه فقط لا غير، اسنان اماميه فقط لا غير، اللي هي الاسنان السفليه من تحت، ما فيش غيرها، ما فيش اسنان علويه طبعا للاغنام، اسنان سفليه فقط. انما الاضراس في طبعا اللي هي مسؤوله عن طحن الطعام، فاقل من عمر شهر اللي هو اقل من 28 يوم ما بياكلش، بيعتمد اعتماد كلي على اللبن فقط لا غير. في الفترة دي اعتماد كلي على اللبن. ده تأكيد لفيديو اللي من شوية، وهنبدأ مع بعضنا دلوقتي فيديو، نبدأ معنا بعض بالصور الأسنان التسنين في الأغنام. كده ادي الصور. اول حاجة طبعا اللي هو يعتبر اقل من سنة، اللي هي تعتبر الأسنان اللبنية، اوريك دي كده الأسنان اللبنية. أسنان بتكون صغيرة طبعا بغض النظر عن حجمها، لأن الصورة ممكن تكون قريبة ممكن تكون بعيدة، فبين لك كبير وصغير، لكن هي بين الغنم اللبنية اللي هو الخروف الصغير بيتبان لك الأسنان بتاعته بالشكل ده، أسنان صغيرة فيها تباعد شوية عن بعضها.
زي ما انت شايف دي كده اسنان لبنية. هدور لك على اسنان لبنية تاني لو في صورة تاني. لا يعتبر هذه الاسنان الوحيدة لان هي تعتبر كلها بشكل واحد. اسنان صغيرة كلها متساوية يعتبر في الحجم. متساوية في احجامها. لاحظ معايا لما بيبدأ ده كل ده يعتبر كده عمر اقل من سنة. عمره اقل من سنة. بتختلف المصطلحات في جزع في طلي حسب الاماكن في حولي في كل بلد بتسمى باسم. بس اللوم ده بالنسبة للعمر اقل من سنة. اللي هو في مصر بيتقال عليه لباني. طيب اللي كسر جوز شوف معايا اوضح صورة. ده كده كسر جوز زي البني ادمين بالظبط. لما العيل بيبدأ يبدل اول سنتين بيبدل اول سنتين من قدام. اسنان اللبنية تتحول لسنان دايمة. طلع السنان الدايمة دايما بتكون عريضة وكبيرة عن السنان اللبنية. لاحظ دي الاسنان دي كده الاسنان الدايمة. دي كده واحدة دي كده اتنين. وهنا يعتبر الاسنان اللبنية. دي كده الاسنان اللبنية. من هنا ومن هنا. بغير اول سنتين وكده فيه طبعا هما 8 اسنان. 8 اسنان بيغير. احنا زي ما قلنا معلش برضك عشان تبقى عارف العدد هما 8 اسنان. انا ما ذكرناش العدد 8 اسنان. الاسنان اللبنيه طب خلينا من المخطط اللي بدري ده اللي هو عمر اسبوع واسبوعين وشهر. عمر شهر بيقفل الثمان اسنان اللبنيه دول. عمر شهر. فالمهم هو كده اسنان اللبنيه بتاعته كده عنده 8 اسنان. ادي 1 2 3 4 4 على اليمين 4 على الشمال. دي كده الاسنان اللبنيه بتاعته. عمر سنه بيبدأ يكسر أول جوز كده. لو أنت عاوز بالنسبة للماعز لازم يكون عمره سنة. بكلمك على الشروط برضك. لازم يكون عمره سنة يعني لازم يكون كاسر جوز. لو أنت بتشتري ماعز للأضحية سواء معزة سواء جدي لازم يكون بالشكل ده. ده أقل حاجة يعني يكون كاسر جوز. كسر 4 كسر 6 مفيش مشكلة بس المهم يكون كاسر جوز. ده كاسر جوز لو كده عمره قفل السنة. عمره 12 شهر. طيب اللي بعدها بعد كده كل سنة بيكسر جوز. ما بتفرقش بقى أصبع عيات. بس أنا بوريك صور أهي. أهو ده كده فات يعتبر دخل في السنتين. يعتبر مكتوب لك هنا عمر سنة. الصورة أنا واخدها عمر سنة ونص إلى سنتين. ماشي ما هو لسه ما كبروش. لما يبدأ يكسر الجوز التاني هيبقى قفل السنتين ودخل في السنة التالتة. كل سنة بيكسر جوز كده يعتبر عنده سنتين. كسر 4 أدي سنة 2 ادي كده 4 اسنان اهو زي ما انت شايف. ما هو الاسهم المتوجع على الاسهم صح مش محتاج نعلم لك. اللي متوجع دي الاسنان الدايمه والاسنان اللبنيه لاحظ لسه صغيره من ورا. ده كده يعتبر كاسر 4. ادي الاسنان اللبنيه فيه. شوف السنه بحجم سنتين. شوف ادي واحده وادي الثانيه. دول كده ادي اتنين بدلهم دايمه واتنين لبنين لسه. الاتنين بعرض سنه واحده من السنان الدايمه. فالسنان اللبنيه بتلاقي اسنان صغيره خالص قصاد الحجم في الاسنان الدايمه. دي كده عمر سنتين. عمر 3 سنين في صوره هنا عمر 3 سنوات تقريبا. طبعا دي صوره اللي كسر جوز برضك. لاحظ فرق حجم السن عن الاسنان ده اللي هو عمر سنه. كده قلنا كسر 4 في حاجه كسر 6 هنا مش عارف اللي هي في حاجه عمر 3 سنين مش هتفرق. المهم هيكون حجمها دي كده برضك كسر جوز. لاحظ السنتين دول اشوف كبار وصوت تانيين حجمهم ازاي. بمجرد ما تفتح هيبان عليك. اللي كسر جوز دي واضحة جدا مفيش فيها كلام. ده كسر جوز عمر سنة برضك. فين تاني ودي عمر سنتين. ايوة هنا اهي عمر 3 سنوات. ده عمر 3 سنوات. بدل 6 اسنان لبنية بأسنان دايمة ومش فاضل غير سنة واحدة. سنة واحدة اللي هي اهي الأخيرة. من هنا وفي سنة من هنا بس مش متدارية مش ظاهرة من السن. وممكن تكون اتخلعت. ممكن تكون السنة اللي من ناحية اليمين اتخلعت وهتبدأ يطلع السن الدايمة بتاعتها. ده كده عنده 3 سنوات. لما يكسر الجزء الأخير يعتبر كده عنده 4 سنوات. طيب بعد الاربع سنوات هي هنا اللي محتاجه خبره. ركز معايا في الفتره دي. يعني كل ده سهل جدا خالص. كسر جوز عنده سنه، كسر 4 عنده سنتين، كسر 6 عنده 3 سنوات. سد قفل زي كده زي كده. ده كده سادد قافل بالمصري قافل يعني عنده 4 سنوات. ادي 1 2 3 ادي ماشي ارجع
كده معاك الثمان اسنان، بس هو جايبها بالجنب عشان يجيب لك اخر سن انها اتبدلت، عشان يظهر لك ان اخر سن حتى هي اتبدلت. لاحظ سن عرضها ازاي، ادي واحده ادي اثنين ادي ثلاثه ادي اربعه، وفي اربعه تاني من النص التاني، ده كده الاربعه منها واربعه التانية من الناحيه التانية، بس هو الصوره هنا بالجنب. يعني لو جيب لك صوره اماميه على طول اهي، دي صوره اماميه على طول، ادي واحده لا معلش مش دي، ادي واحده ادي اثنين ادي ثلاثه وادي الرابعه، وهنا قصادهم اربعه برضك من الناحيه التانية، أربعة وأربعة تمانية. دي كده السنان الدايمة كده اللي هو قافل عنده أربع سنين. طيب إيه الفرق بين ده؟ هنا ركز معايا بقى، إيه الفرق بين دي؟ هنا قافل أهو عنده تمن سنين، وبين دي برضك دي قافلة. هنا بيبان لك العمر، ما هي بتقفل على أربع سنوات. النعجة بتقفل قفلة جديد، دي الصورة القفلة جديد دي. دي تعتبر قفلة جديد، لسه مقع الخنصر، لسه مقع آخر جزء ولسه طالع. ايه الميزه؟ طبعا قلنا بتقفل اربع سنين. الميزه ممكن النعجه او الميزه بتعيش ممكن 8 سنين 10 سنين، 8 سنين 10 سنين. طب خلال اربع سنين الثانيه اعرف عمرها ازاي؟ هنا بقى راجع لخبرتك، ركز معايا عشان دي اهم نقطه في انك بتشتري. لو بتشتري نعاج قفله بتشتري امهات كبيره كده، الامهات دي تشتريها ما فيش منها اي مشكله، بس سنانها بالشكل ده، سنانها مترصه متلاصقه، تحركها بايدك سنان ثابته ولاصقه في بعضيها ومترصقه وتمام التمام، مش مفلقه، مش حتى ما بداتش اللثه تظهر من تحت زي كده اهي، ومش مفلقه. لاحظ التفليقات دي واضحه، ما فيش فيها كده يعني، شوف الفلقه قد ايه، شوف الفلق هنا، شوف الفلو دي، دي كده اسمها بالمصري بيقولوا عليها فلقت، يعني كبيره في السن. بس كبيره في السن عمرها قد ايه تقريبا؟ دي ممكن عمرها يخش في الست سنوات، في السبع سنوات، دي ممكن يخش عمرها في السبع سنوات بالشكل ده، ممكن عمرها يخش في السبع سنوات، اصبح العمر الافتراضي ليها قصير. فانت ما لو هتاخدها وراها حاجه خلفه كويسه، يبقى تاخدها من اجل ابنها انه كويس، من اجل وراها، بس بالسعر لازم يكون سعر رخيص. طيب ايه الفرق بين دي عشان برضك تميز بين دي ودي؟ دي فاتت الثمان سنوات، دي بدأت في مرحلة التخليع. لاحظ اللي في البق كله كم سن، واحدة اتنين تلاتة اربعة خمس سنات، فين التلاتة التانيين؟ وقعت من النص، وقعت من الجناب، خلعت. دي عجوزة عمرها فوق الثمان سنوات. طب امال دي؟ دي ان شاء الله وصل للعشر سنوات تسع سنوات، دي كده خلعت سنانها كلها، فضل فيها سنتين وشوية تاني، وهتخلع السنتين حتى دول، وهتصبح من غير اسنان، هيصبح فوق زي تحت، هتصبح من هنا، هتصبح من هنا، من فوق زي من تحت بالظبط، مفيش فرق ما بينهم. هنا هتصبح زي هنا، لا في اسنان لا فوق ولا تحت. دي في السوق العرب بيقولوا عليها غليظه، عندنا في مصر هنا، في ليبيا كانوا يقولوا عليها شارف. المهم دي كده سنها كبير، دي كده بيتقال عليها مخلعه. مخلعه دي قلنا سنها من فوق التسع سنوات، ممكن تبقى وصلت عشر سنوات، اللي هي مخلعت سنانها كلها يعني، دي ممكن تكون وصلت عشر سنوات. لاحظ دي، دي سنها ايه؟ لو فهمت من الفيديو هتعرف، دي تعتبر قفلة جديد، دي قفلة جديد، دي سنها يعتبر قافل جديد. طب دي، دي لا مش قفلة جديد، دي وسط، دي وسط، يعني عمرها في حدود الست سنوات برضك سبع سنوات، قلنا بدأت تفلق وبدأت سنانها تحت. دي أشكال من ضمن أشكال الأسنان، بحاول أوريك قدر المستطاع جميع أشكال الأسنان عشان تعرف دي، وريتها لك. أيوة لاحظ هنا مكتب لك أهوت بعمر عشر سنوات، أنا بعمر عشر سنوات، يعني في الرينج ده كده، قلنا من فوق الثمان سنوات، دي كده خلعت. طالما بدأت تخلع مفيش في بقها الثمان سنات، مفيش في بقها الثمان سنات، تصبح من فوق الثمان سنوات. ده كده ان شاء الله موضوع التسنين، ان شاء الله تكون وصلت المعلومه، بحيث تنزل السوق تعرف تشتري الحاجه كويس، تعرف اللي كسره جوز واللي كسره اربعه، لا عمر سنه وعمر سنتين، ده عمر سنتين، وتعرف عمر الثلاث سنوات، وتعرف اللي هي عمر الاربع سنوات، دي كده عمر الاربع سنوات اللي هي قفلت جديد، بدلت كل اسنانها بس لسه مبدلاهم جديد. في النهاية طبعا وتعرف تميز طبعا بينها وبين الحاجات العجوزة اللي هي اعتبر دخلت في السبع سنوات ثمان سنوات، واللي دخلت في العشر سنوات.
فنيه طبعا. ما تنساش لو عجبك الفيديو الاشتراك في القناه ليصلك كل ما هو جديد ومفيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.